حاول إدريس قطع للكرة، راجع لمنتخب كركوك. محمود تغيير إلى الجهة اليسرى، مميز دائما محمد سامي، حاول الآن داخل منطقة الجزاء وجول لكركوك. هدف 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 لمنتخب كركوك. اعتقد دلشاد، اي نعم دلشاد حمى بمناولة حريرية وتمريرة من محمد سامي برأسية جميلة. كركوك يسجل بالدقيقة 90 من عمر اللقاء، هدف عن طريق